السلام عليكم مشاهدين، فيديو جديد في قناة شيماء جوج بيوتي. اليوم غادي نقدم لكم بسطيلة ديال الحوت. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وما تنسونيش باللايكات، واللي مازال ما شافش القناة ديالي تفعيل على الجرس يوصلها دائما الجديد. وغادي نبدا معكم المقادير. كنحتاجو الورقة ديال البسطيلة اللي وجدناها من قبل، كنحتاجو مختلط ديال الحوت السلمون وكل الحوت هنا، القمرون، الحوت الابيض، الزيتون، الشامبينيو، الزبده باش نسوطيو الحوت، القزبر والمعدنوس، بودره الثوم، الصوجا والابزار. نبداو على بركه الله. غادي نديرو في المقله، نديرو شويه ديال الزبده باش نسوطيو، نديرو شويه ديال الزيت البلديه معايا، الزبدة ديالنا هي دابت. غادي نديرو فيها الحوت ونحركو، نديروها على عافية الزبدة، ملي تغلى غادي نقصو باش ما يصايبناش الماء، وديك الماء اللي كيبقى في الحوت ما غاديش نرميو. غادي نصفيو الحوت وغادي نديرو فيه الشعرية ثانية اللي سلقنا وسلقناها في الماء البطايط وقطعناه. هاهو الحوت ديالنا كيتشحر. غادي نزيدو عليه شوية ديال الإبزار، شوية ديال البودرة. الحوت ديالنا نديرو معلقة ديال الزبدة، معلقة ديال الزيت، ونديرو الحوت ديالنا نطفو. غادي نزيدو شوية ديال بودرة الثوم، نزيدو معلقة ديال الصوجة، نزيدو شوية ديال الإبزار. ملي كنديرو على نار عالية نحيد الحوت كيطلق الماء. غادي نزيد شوية ديال الزبدة وشوية ديال الزيت. غادي ندير لي شامبينيو ديالي يتقطعو. من بعد غادي ندير شوية ديال الصوجة. كنتمنى نكون عند حسن ظنكم وتدعموني باللايكات ديالكم باش يوصلكم الجديد ديالي. ان شاء الله مرحبا بكم في قناة شيماء جوج بيوتي. كنشكركم بزاف على اللايكات ديالكم ولي كومونتير زوينين بحالكم. درت معلقة الزبدة وغادي نسوطي
الكريمون ديالي اللي بقى واحد 5 دقائق لحقاني هو كيوجد الدريه. ورا سبق لي حيت واحد شويه اللي تزين، وكنتمنى بسطيلة ديال الحوت ديالي تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ما تندموش عليها. ودابا ها الشوربه ديالنا اللي سبقنا وسلقناها في الماء واجده وقطعناها على هذا الشكل هذا، غادي نديروا لها هذيك الماء اللي ديال الحوت اللي قطرناه، وغادي نزيد لها الربيع باش نسمها. نزيد عليها شويه ديال المنصر، شويه ديال بودرة الثوم ديال شويه القليل، وغادي ندير العصير. وغادي نزيد عليها الحوت، وغادي نخلي شويه. غادي نردها باش تنشف شويه، ونردها على نار مهيله باش تنشف شويه، ما يبقاش فيها الماء باش ما تضيعناش الورقه. دابا بعد ما نشفت الشوربه ديالنا غادي نزيد شويه ديال الحار اختياري، اللي كيعجبو الحار يدير الحار. وفي الاخير غادي نزيدو الزيتون اللي سبق لنا غسلناه مزيان. نتلاقاو معكم. دابا غادي نصايبو البسطيلة ديالنا، نصايب الورقات هكا، وغادي ندير وحدة في الوسط. كلهم راني دهنتهم بالزبدة، وغادي نزيد ندهنهم. نزيد قدامكم كيفاش كنديرلهم بالزبدة باش يعطي واحد التقرميشة زوينة. نزيدو هادي ندهنوها تاهي بالزبدة، ونتلاقاو معاكم ديال التعميرة. دابا أنا غادي ندير الحشوة، ونسرحها. البسطيلة ديالنا احنا عمرناها، غادي نديرو هداك الحوت، ندير شويه ديال الفرماج، فرماج اختياري اللي بغا يديرو مبغاش. دابا غادي نجمعها، ودابا هي غادي نجمعها ونتلاقى معكم من بعد. البسطيلة ديالنا هي وجدت بصحتكم وراحتكم، وحنا زيناها، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش اللايكات ديالكم في شيماء جوج بيوتي، وشكرا.